السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنفصلوا ليكات صيفية بمتر واحد من الثوب، ليكات موديل تركي، رائعة جدا وسهلة في الخياطة وصالحة للمبتدئات في الخياطة. بمتر واحد تعلمي ان شاء الله معنا. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. مرحبا بكم، مرحبا بالمتابعين ديالي اللي كيتابعوني. شكرا لكم على التعليق ديالكم الزوينه اللي كتحطوا ليا دائما في الفيديوهات، ومرحبا باللي يلا غيدخل معنا. وما تنساوش تفعلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات. نبداو على بركه الله. هذا متر ريال الثوب كما قلت لكم، غنحطوه بهذه الطريقه هذه. اهم حاجه البنات، يعني هذا المتر ريال الثوب كيكون فيه المقاس الام او الام والال، يعني فقط المقاس الكبير ما كيكونش، يعني ما نقدرش نخدمه في المتر ديال الثوب. هنا كنحطو الثوب بهذه الطريقه هذه، وكناخذو 22 سنتيم اللي غنخدمو فيهم الاكمام، غنقصوهم بهذه الطريقه، نطوي الثوب على 2 وعاد غنطويو هذه الجهه هذه على 22 سنتيم، وكنقطعو الثوب بهذه الطريقه. يعني من جهة إلى تمنتوب على 2 كيكون 75 سنتيم. ومن بعد البنات هاد التوب هذا فيه 75 سنتيم على 30 سنتيم في العرض إلى طوينا على 4، يعني كما قلت لكم غنخدمو فيه مقاس الام ومقاس الال. هنايا الطول ديال هاد الشوميته ديالها تكون 75 سنتيم. غنبداو نحطو المقاس ديالنا كما قلت لكم 75 سنتيم، يعني المتر ونصف مطوي على 2. هنايا البنات غنحطوا المقاس ديالنا الكتف، يعني غيكون 40 سنتيم مقسوم على 2، يعني 20 زائد سنتيم ديال الخياطه. دائما كننزلوا بالعرض ديال الكتف مقسوم على 2، يعني اذا حطينا 20 سنتيم غننزلوا ب 20 سنتيم او 21 سنتيم بحال هكا. وهنايا غنحدد الرقبه، غندير 8 سنتيمات، وهنايا غنزل تقريبا ب 3 سنتيمات الرقبه ديال الظهر. وهنايا البنات غنزل في الكتف 3 سنتيمات، يعني كنلاقي النقط يعني بين النقطه ديال الرقبه والنقطه ديال الكتف. هنايا كما كتلاحظوا البنات غناخذ العرض ديال الصدر، انا غنحط 26 سنتيم او 27 سنتيم، يعني زائد سنتيم. دائما كنزيدوا السنتيم ديال الخياطه البنات، كنرسمو حرده ديال الابيض ديالنا بهذه الطريقه، يعني سهله. ومن بعد غنحفروا الجهه ديال الامام. فاش غنقطعوا هذا غنحفروا ان شاء الله الجهه ديال الامام بسنتيم ونصف. هنايا غندخل الايفازي تقريبا غير واحد السنتيم، يعني كنزل هنايا، انا كنزل ب 14 سنتيم، كنوضع نقطه وغندخل بواحد السنتيم فقط الطريقه. وغنخرج للعرض ديال الثوب اللي كاين كما قلت لكم 30 سنتيم اللي كاين في العرض ديال الثوب. انا البنات غنقطع معاكم، يعني سهله سهله جدا وكتجي رائعه. تبعوا المراحل ديال هذه الشوميجه هذه او ليكات، وغتخرج لكم ان شاء الله زوينه. واهم حاجه البنات دائما كنحطو الثوب ديالنا وكنفيريفيو ونعرفو اش من موديل غيخرج لينا فيه، عاد غنبداو. هنايا كما لاحظتوا راه درت التقويره ديال الجوانب وعلمت الفتحه، يعني الفتحه على حسب الاختيار. فتحه درت 10 سنتيم فتحه، هنايا غنزل ب 9 سنتيمات في الرقبه ديال الامام باش غنرسمو او غنقطعو الرقبه ديال الامام. انا غنزل كما قلت لكم 9 سنتيمات، وغنرسموها على شكل في، في داير شويه، يعني داخله في داخل فيه واحد السنتيم في الوسط ديال الرقبه. انا غنزل بواحد السنتيم في الكتف، كندخلو في التركيز، كندخلو بواحد سنتيم ونصف هكا باش كنحفر التركيز ديال الامام. هكذا نكونو كملنا،
يعني التفصيل ديال الامام والخلف. انا دائما كناخذ المقاس ديال هذه الحرده ديال الايفيت او التركيز 24 سنتيم. هنا غنطويو الثوب اللي بقى لينا، داك الثوب اللي قطعناه في الاول غنطويوه هكا على أربعة، وغنحطو الطول ديال الاكمام. غنطويوه دائما كنردو البال كنطويو مزيان الثوب. هنا غنحط الطول ديال الاكمام، يعني الطول اللي بغينا. الا بغينا نخدمو المطاط كنزيدو شويه في الطول، كنزيدو 3 سنتيم على الطول ديالنا ديال الطول ديال الكم. الا غنخدمو كم عادي كنحطو المقاس ديالنا زائد 3 سنتيمات او 2 سنتيم ديال الخياطة فقط. هنايا كنقط السطر ديالي دائما على الثوب المطوي. هنايا في الجهة المفتوحة غنحط 14 سنتيم وغنسطر سطر مائل بهذه الطريقة هذه. ومن بعد البنات غنقسم هاد السطر هذا اللي سطرت، وغندخل او غنزيد سنتيم ونصف في الاعلى ديال الكم، وغندخل بسنتيم ونصف في الاسفل. يعني وكان خصنا نحصلوا على 24 سنتيم. يعني في ما جاتنا 24 سنتيم غنعلموها هكا بهذه الطريقه هذه. هنايا غناخذوا دورة المعصم وكنزيدو، الا كنا غنديرو المطاط كنزيدو يعني كنزيدو 5 سنتيم او 6 سنتيمات الا بغينا يكون الكم منفوخ. هنايا حطيت 16 سنتيم. الا كنا باغيين نديرو كم منفوخ هكا، يعني نديرو المطاط باش يكون منفوخ بعد الخياطة، خص نديرو دوبل ديال الفتحة ديال اليد. يعني الا كنا غنديرو 15 خصنا نديرو 30، الا كنا غنديرو 12 خصنا نديرو 24 باش غتجينا الكم منفوخ. هنايا درتو كيما قلت لكم درت غير 16 سنتيم. هنايا البنات دائما كنعلمو هاد الوسط هذا ديال التركيز باش غيساعدنا في الخياطة. هاد الطريفات اللي بقاو لينا هما اللي غنخدمو فيهم الكشكشة او لي بلي اللي غنخدمو بيه الرقبة. غناخد 8 ديال السنتيم وغنسطرو بهاد الطريقة هادي. نتمنى البنات ينال الاعجاب بكم هذا الموديل. هذا الموديل هذا كيكون احسن في لون واحد، يعني في توب يكون لون واحد. هنايا غنبداو نخيطو كما لاحظتوا، هنايا غنبداو بهاد الطريفات هادو غنخيطوهم من الجهه اللي درنا فيها هاد التقويره هادي. نخيطو واحد نصف سنتيم مطويه والتاني يعني دائما نطويوه في الجهه اللي درنا فيها ديك التقويره او نصف دائره باش غيجينا نفس الشكل فاش غنحطوه فوق الرقبه. هنايا غندير رقم 5، يعني غنوسع الغرزه ديال الماكينه باش غنخيط بهذه الطريقه هذه باش غنحصل على الكشكشه. يعني كناخذ واحد نصف سنتيم من الجانب، ومن بعد البنات غناخذ واحد الخيط من هاد الخياطه هذه اللي خيطت، وغن يعني غنجبد داك واحد الخيط واحد هو اللي يجمع ليا الثوب باش غنحصل على الكشكشه تكون متساويه بهذه الطريقه. يعني دائما الكشكشه كنعطيوها الوقت ديالها، يعني كنقادوها مزيان وكنوزعوا الكشكشه ديالنا باش يجينا الخياطه الفينيشين ديالنا يكون رائع. هنايا غنحط بهذه الطريقه هذه، والثاني نفس العمل. يعني الثاني حتى هو غنجبد واحد خيط واحد ونقد الكشكشه ديالي ونحطه حتى هو على الرقبه.
كنحصلو على الشكل هذا، ومن بعد البنات كناخدو واحد طريف ديال الثوب يكون فيه 4 سنتيمات على طول، كيكون فيه 22 سنتيم، وكنحطوه بهذه الطريقة، يعني كنحطو على الظهر ديال الثوب وكنخيطوه يعني على الكشكشة باش غيفيني لينا الكشكشة ديالنا، وكنقلبو هكا الثوب بهذه الطريقة دي، وكنطويو على سنتيم. كيجي رائع، يعني كيفيني لينا الرقبة ديالنا، وكيبين يعني كشكشة بطريقة رائعة. ها هو الشكل ديال الرقبه ديالنا من بعد ملي خيطناها، كتجي رائعه. هنايا دابا نركبو وغنلاقيو الكتف ديال الامام والظهر بهذه الطريقه، ودائما كنردو البال لديك الطريف ديال لي بلي، يعني نقدوه مزيان بين الاكتاف ونخيطو الجهه الثانيه. ومن بعد البنات راه الخياطه اللي بقات راه سهله، غنركبوا الاكمام ونخدم الكم بالمطاط او لاستيك، يعني خياطه سهله جدا. نخليكم مع الخياطه ونتمنى يعني الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم الشكل النهائي، راه رائع البنات. جربوها البنات، جيبوا متر ديال الثوب، كنهضر خصوصا مع المبتدئات اللي كيخافوا يعني يزعموا في الثوب، كيخافوا يضيعوا الثوب. هذا يعني ما كاين، ما تخافي ما والو، جيبي متر واحد ديال الثوب وزعمي وخدمي فيه ليكات الخروج. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم بحال هذه الفيديوهات هذو، الا كيعجبكم بحال هذه الفيديوهات حطوا لي في التعليق، وحطوا لي يعني اشنو بغيتوا نخدموا في الفيديوهات القادمه.
هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الليكات هادي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتنال الاستحسان ديالكم، وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم وعلى الكلام الطيب اللي كتحطوا لي في التعليق، وشكرا على المتابعه. وما تنساوش اللايك للفيديو اللي عجبكم طبعا، وكتبوا لي الاراء ديالكم في التعليق. شكرا لكم ومع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله، في امان الله وحفظه.